احنا بركاته يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في واحد صاحبي اتحول بقى هوملس في البلد. تقول لي يعني ايه يا جاكسون هوملس؟ يعني ملوش بيت، قاعد في الشارع خلاص. يعني لو شفته تلاقيه نايم في الشارع، قاعد في الشارع، بينام في الصبوي، يصحى. واحد صاحبي يعني، ومش هو بس، انا اعرف كذا حد حصل في الحوار ده مع الوقت ومع الزمن. تقول لي يا جاكسون ليه اللي يعني ايه اللي حصل له، ولا ايه اللي مش عارف ايه؟ هقول لك على كام حاجه اللي انت حاططهم حلقه في ودنك عشان ان شاء الله ما تضطرش انك في يوم من الايام توصل للمرحله دي. بص يا سيدي، لازم تبقى عارف يا جماعه ان رقم واحد كده قبل اي حاجه ان الغربه دي مش حاجه سهله. انا بقول لك ان كل حاجه جميله، ولكن هي مش سهله، مش سهله انك تتعامل معاها. بمعنى لازم تبقى انت كبير كفايه في انك تعرف تتعامل مع الحاجات اللي انت هتواجهها. ما ينفعش يبقى انت مثلا عندك 16 17 سنه وبتبقى بتبتدي تفكر في السفر. لا، خليك كل حاجه وليها وقتها. انت دلوقتي راجل، ربنا خلاص، انت ربنا يعني خلقك، ما اتولدت لقيت نفسك في بلد، ما البلد انت فيها دي خلاص اتعلمت فيها، اتربيت فيها، خدت الكالتشرز بتاعتها، خدت العادات والتقاليد بتاعتها. ساعتها بتبتدي بقى تشوف انت عايز يعني خلاص، انت خلاص خدت كل حاجه، انت بتتعلم، عندك تقدر تفكر، تقدر تاخد قرارات، كل حاجه بنفسك، ما تقدر تعتمد على نفسك. تبتدي تفكر بقى في ان انت تحسن من وضعك، مش انت لسه اصلا ما تفهمش حاجه لسه في الدنيا وعايز تسافر. لا، الموضوع ما بيمشيش كده، لانك هتيجي هنا هتواجه مشاكل مش هتعرف تتعامل فيها، هوب تلاقي نفسك ضايع. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم تبقى فاهم ان مش كل حاجه بالفهلوه. بمعنى لما تيجي هنا هتقابل اللي هو ايه، النوع اللي هو يخليك تكفر اصلا في حياتك، اي طهقك في عيشتك، هتلاقيه مريض نفسي كده اي حاجه، لا اي حاجه مش عارف ايه. في واحد يحب مشاكل جدا، في واحد يحب مش عارف ايه. فيوم من الايام مع الوقت هتحس ان كل الناس اللي حواليك بعدت عنك، كل الناس اللي حواليك بتكرهك، كل الناس اللي حواليك مش عايزه تساعدك. انت شخصيا متعب، بمعنى الراجل ما بتحبش بتشتغل وبتعمل فلوس لكن ما تدفعش ايجارك في وقته، تحب تتعامل مع اي حد، تحب تعمل مشكله، ما تدفعش ايجارك، ما تدفعش تعرف ايه، تعمل مشكله هنا، تعمل مشكله هنا، بتحب المشاكل. النوعيه دي من الناس دي يا جدعان يمكن مفكره انها بتمشي شويه في بلدها، لان سبحان الله ربنا برضه بيقدر لها مشاكلها وبتطلع لها حاجتها من حيث لا تحتسب، ولكن يمكن تمشي هناك لكن ما تمشيش هنا. هنا يا جماعه كل حاجه بتمشي بالقانون حرفيا. يعني في واحد احنا نعرفه بتاع مشاكل، لو دخل في اي حته هيسرق اي حد فيها، لو قعد جنب اي شيخ هيحاول يكفره، لو قعد جنب احسن واحد في الدنيا هيطلع فيه بلاوي الدنيا. هو في ناس كده، فالناس اللي بنوعيه دي انا قابلتها وشفتها وطلعت عين الناس. في انا اعرف واحد والله العظيم يا جماعه، من كتر مشاكله، من كتر مشاكله في السكن، من كتر مشاكله في الشغل، اللي سكنه مشاه، اللي مشغله رفضه، كل الناس اللي حواليه بقت عنه. حلو، فبقى هو ملوش ولا شغل، وطبعا سمعته سبقته، فهو ملوش ولا شغل ولا سكن ولا مكان ينام فيه، سوري، ولا سكن ولا شغل ولا اصحاب. جميل. طيب اللي حصل كالاتي، في واحد والله العظيم ثلاثه يا جماعه نعرفه، طبعا مش هنذكر اسمه يعني، ولكن زي ما بقول لك كده تبناه، والله العظيم تبناه. يا اما هو بيحب دايما يساعد الناس، و بيحس دايما ان ربنا بعت له زي ما بتقول ايه، نجده، بعته نجده للشخص ده. فوالله العظيم يا جماعه من كتر ما هو ملوش مكان ومعهوش غير عربيه، فنيمه في التراك بتاعته، هو عنده تراك صغيره، نيمه في التراك بتاعته، شغله معاه في شغل، يعني جاب له شغل وشغله معاه في شغله. حاول يخلي ناس حواليه، حاول يفهمه ان الدنيا ماشيه ازاي، ما ينفعش يعمل ده، ما ينفعش يعمل ده، ما ينفعش يعمل ده. عايز اقول لكم ان في النهايه يا جماعه والله العظيم ثلاثه، الراجل اللي عمل معاه كل ده، الراجل اللي عمل معاه كل ده، اللي شغله واللي قعده في التراك ينام فيها، ما بيدفعش طبعا ولا ايجار ولا شرب، وبياكله ويشربه وبيشغله معاه وبيقبضه، والله العظيم يا جماعه الواد اللي شغال ده هدده ان هو هيسجنه، هدد الراجل اللي مشغله واللي تبناه بعد ما الناس كلها سابته، بعد ما كان هوملس والله العظيم كان بينام في الشارع، هدده ان هو هيقتله، ان هو يوقف له شغله، ان هو حرامي، سرق كل الناس اللي شغاله معاه، خلى الناس اللي شغاله معاه كلها ما يحبهوش وعايزين يسيبوه ويمشوا، عمل كل حاجه تنقض اللي الراجل عمله معاه. والله العظيم ثلاثه، بعد ما الراجل قعده زي ما تقول تبناه علشان ما يبقاش هوملس، الواد ده حط عليه في كل حاجه، لدرجه ان هو راح بلغ عنه، وراح بلغ عن ده، وده بلغ عن ده، يعد على مش عارف ده مين ايه، ويعمل لده ايه، يطلع في ده سرقه، يطلع في ده سرقه، يسرق ده ويصوره ويسرق، مشكله كبيره جدا. فسبحان الله، يعني ده مش معناه انك ما تعملش خير، عشان ما تفهمنيش غلط،
ولكن في ناس يا جماعه للاسف انت هتبقى انت عارف يعني. وانا بتكلم كده طبيعي ان انت يبقى عندك حد او طبيعي يبقى انت تعرف حد عمل النوعيه دي من البشر. نوعيه وحشه جدا، حاول تبعد عنها، حاول ما تعرفهاش. النوعيه اللي زي دي للاسف هتخليك دايما تحس ان انت في مشاكل، ان انت مريض نفسي، وسبحان الله الناس دي هتعمل لك مشاكل في حياتك من حيث لا تحتسب. الافضل تبعد عنها، والافضل ما تعرفهاش، الافضل الناس دي ما تبقاش عندك بيها علم، ما تبقاش عندك بيها علم عشان ما تحسش ان انت مش عايز تساعده فبتحس بالذنب. لا، ابعد عنه، لان الناس اللي شبه دي هتساعدها هيجي لك من وراها مشاكل. ف ربنا بيسهل للناس امورها، اللي فيه خير ربنا هيعمل له خير، واللي عمل خير لحد ربنا يقف جنبه. فاه الخير كويس والخير تعمله، بس للناس اللي تحس ان هي من جواها فيها خير مش هتعمل لك مشاكل. بس يا سيدي، فنصيحه من اخ لاخوك، تبقى انت عارف ان انت قبل ما تيجي ان انت خلاص كبير كفايه انك تتعامل مع مشاكلك، تعتمد على نفسك، تعرف نظر امورك، تعرف ان الغربه مش سهله، هتعتمد على نفسك هنا في كل حاجه، تعرف ان كل حاجه هتواجهها لوحدك. او ممكن يعني ناس تساعدك اللي من رحم ربي، ولكن يعني لازم تبقى عارف، تبقى انت عارف ان انت هتعمل كل حاجه لوحدك. دي حاجه مهمه جدا تبقى انت عارفها. بس يا سيدي، ان شاء الله حاول ما تبقاش الشخص الفهلاوي اللي مفكر ان كل حاجه بتمشي بالدراع، اللي مفكر ان كل حاجه بتمشي بالصوت، اللي مفكر ان انت مقطع السمكه وديلها وانا عارف كل حاجه. لا، الدنيا ما بتمشيش كده. حاول على قد ما تقدر تحسن علاقتك بالناس، حد حابب فيك خلقه، حابب على قد ما تقدر، لان دي حاجه مش بتكتسب للاسف. بس انت لما تتقرب من ربنا، لما تبقى كويس مع الناس، تعامل كل حاجه على سواها، تبقى سوي مع البشر كلها، تبقى كويس مع ابوك وامك، تعرف ان انت ربنا غصب عنه هيحبك فيك خلق. ربنا بيحب لك الخير، وما انت تبقى كويس فربنا هيجيب لك الخير ليك. فطبعا غصب عنه دي يعني ايه، يعني كنايه ان هو يعمل لك ده يعني. مش بس حدش كده فاهم الكلام غلط. بس يا سيدي، ف اشوفكم على خير يا رب باذن الله في فيديو جديد، ويا رب تكون خدت المعلومه، يا رب تكون فهمت المعلومه. اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد باذن الله. دعواتكم، وربنا يحسن وضعكم كلكم ان شاء الله. والف مبروك تاني للناس اللي جت، وان شاء الله الناس اللي جايه ربنا يكرمكم باذن الله ويوفقكم. اشوفكم دايما في احسن حال واعلى مكان يا رب. السلام عليكم.